طيب مين؟ مساء الخير يا دكتور عصام. مساء الخير يا مدام. انا اسفه اني جيت لك في وقت زي ده من غير سابق معاده ومعرفه. لا ابدا، انا تحت امرك في اي وقت. اي خدمه؟ ممكن اتكلم معاك شويه؟ مش هاخد من وقتك كتير. يا سلام، تحت امرك، اتفضلي. من غير لف ولا دوران، انا مش عايزه اضيع وقت حضرتك. جاي اسالك سؤال واحد ويا ريت ترد عليا بصراحه. انا تحت امرك، اتفضلي. انت عايز ايه بالظبط من نيفين؟ مين نيفين؟ نيفين اختي. نيفين تبقى اختك؟ يا سلام، ما كنتش عارف. لا والله ما كنت عارف صراحه. انا كنت معتقد انه كنتوا الاثنين شخصيه واحده. عشان الشبه يعني؟ بالظبط. اصل في ناس كتير قوي بيتلخبطوا بينا. احنا توأم. توأم؟ ايوه. عشان كده بقى. طب دي فرصه سعيده جدا، ممكن بس اتعرف بحضرتك؟ انا زهره. هي نيفين ما كلمتكش عني؟ والله هي كلمتني بس غريبة أوي نيفين دي. إيه هي اللي غريبة؟ يعني هي فهمتني إن حضرتك اتكلتي، يعني لا مؤاخذة متي من سنة كده. لا لا لا، ما تاخدش على كلام نيفين، أصلها بتحب تهزر وساعات هزارها بيبقى بايخ قوي. لا ده هزار بايخ جدا، لما تبقى أختها عايشة وتقول عليها ماتت يعني. المهم انا سعيد جدا ان انا اتعرفت بحضرتك. و تحبي تشربي ايه؟ لا لا مفيش داعي. لا بقى تشرفيني في مكتبي لاول مره، ما تشربيش حاجه، انا عندي كل حاجه. شاي، قهوه، نسكافيه، حاجه ساقعه. خليها حاجه ساقعه. ماشي، انا هعملها لك بنفسي، اصل التمرجة روحته بقى اخر الليل زي ما انت شايفه. ثانيه واحده بس، انا مش عايزه اتعب حضرتك يا دكتور. لا 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 لا، ولا تتعبيني ولا حاجه، انا تعبك راحه. أنا عايزك ترتاحي قوي. ثانية واحدة. حاجة الساعة دي. متشكرة. العفو. إنما إيه بقى سبب التشريف العظيم ده اللي أنا فيه النهاردة يعني؟ ما أنا قلت لحضرتك أنا عايز أعرف. أنت عايز إيه بالظبط من أخت نيفين؟ أنا مش عايز حاجة من أختك نيفين خالص. أختك نيفين هي اللي جاتلي عيانة مريضة، عايزاني أعالجها من الأحلام والكوابيس اللي هي بتعاني منها، وفعلا بديت اعالجها. انت بديت تعالجها ولا بديت تلخبط لها مخها؟ الله يسامحك، الخبط لها مخها ازاي يعني؟ بالكلام الفارغ اللي انت بتقوله والخرافات اللي انت عايز تملى مخها بيها. انا قلت لك كلام فارغ؟ قصدي انا قلت لها كلام فارغ وخرافات املى مخها بيها؟ انا كل اللي انا كنت بعمله. دكتور عصام. افندم. اخت نيفين ما هياش مجنونه. اي نعم هي اعصابها تعبانه حبتين، انما ما هياش مجنونه. لا صح فعلا، اختك ما هياش مجنونه وانا قلت لها كده. بس انا قلت لها حاجه بقى، ان المرض اللي عندها خطير فعلا، ولو ما اتعالجتش ومشيت على علاجي هذا المرض قد يؤدي بيها الى الجنون فعلا. كده دجل. انا عارفه العيبك كويس قوي، انتوا بتطولوا في العلاج عشان تقلبوا فلوس الناس. الله يسامحك. ويكون في علمك بقى انا هقف قصادك
ومش هسيبك تجننها بالكلام الفارغ اللي انت بتقوله. عايز اريحك واطمنك واقول لك ان نيفين اختك اخر مره جت عندي هنا انا رجعت لها كل الفلوس اللي كانت دفعتها، ما دام هي مش مؤمنه بالعلاج بتاعي وما عندهاش ثقه فيا كطبيب عشان اثبت لك ان انا فعلا. بالراحة بالراحة بالراحة. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنت اللي جيتي؟ أكيد حسيت إنك أنت عايزة تشوفيني، عايزة تتكلمي معايا، فجيتي. أنا جيت هنا إزاي؟ شو ما إيه الحاجات الغريبة اللي أنا لابساها دي؟ أنت جيتي هنا بنفسك. أنت جيتي لي هنا من حوالي ساعة وشوية. بس جيتي بشخصيتك التانية، المعلمة زهرة. اللبس اللي انت لابساه ده يأكدك الكلام اللي انا بقوله لك، اللي انا سبق وقلته لك قبل كده وانت ما رضيتيش تصدقي. زهرة مين يا دكتور؟ انا مش فاهمة حاجة خالص. بس بس اهدي، ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هفهمك كل حاجة. اهم حاجة دلوقتي ان احنا قدرنا نصل الى اسباب المشكلة اللي عندك. إذا أنت وثقتي فيا وثقتي في علاجي ليكي ومشينا على العلاج ده، بإذن الله بإذن الله هتخفي بأثرك. زيارتك ليا في شخصية زهرة بيدل على حاجة واحدة بس. زهرة دي شخصية مطلعة وفاهمة كل حاجة عن الشخصية التانية اللي هي نيفين، في حين إن نيفين ما تعرفش أي حاجة عن الشخصية الأولانية زهرة إلا دلوقتي بالمواجهة اللي حصلت، وده شيء جايز علميا في الحالة بتاعتك دي. المهم بقى ان شخصية زهرة دي لما عرفت ان انا كشفتها المرة اللي فاتت واني حاولت اكشفها لك، جت برجليها لحد عندي هنا. ده معناها ايه؟ ان احنا هنستطيع بسهولة التخلص من الشخصية التانية دي. وعشان ده يحصل بقى مهم جدا انك تثقي في كلامي وفي علاجي وفي العلاج اللي هنتفق عليه. دلوقتي انا عايزك تروحي تشربي حاجه دافيه وتنامي كويس جدا وتجيلي بكره عشان اقعد ادردش ساعه معاكي. لا لا، انا خايفه اروح يا دكتور، الليله دي بالذات مش هعرف انام لوحدي. ما تخافيش يا حبيبتي ابدا، بالعكس الليله دي بالذات هتنامي كويس جدا جدا جدا، ولا احلام ولا كوابيس. لا لا، ما افتكرش. ليه بتقولي كده؟ انا شفت الراجل اياه. مين الراجل إياه؟
اللي بيجيلك في الكابوس؟ ايوه. شفتيه فين؟ بس المره دي انا شفته عيني عينك مش في الحلم. فين يعني شفتيه فين؟ في مكتب البوتيك. البوتيك بتاعي؟ ايوه. وبعدين؟ طلع لي كان عايز يخنقني زي اللي بيعمل في الحلم. عايز يخنقك؟ ايوه. وبعدين عملت ايه؟ ولا حاجه، فضلت اصرخ 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 لغايه ما البنات طلعت فوق. ها مسكتوه؟ لا لا اختفى. اختفى ازاي؟ هو يعني اللي طالع واللي نازل عندك في البوتيك مش الكل لازم يشوفه؟ ايوه. في كذا باب في البوتيك بتاعك؟ لا. البنات ما شافوهوش؟ محدش شاف. هو ما فيش غير باب واحد وسلم واحد، يعني اللي يطلع لي فوق لازم يعدي من تحت ولازم البنات تشوفه. يبقى ازاي ده حصل اذا كان حقيقي حصل؟ قصدك ايه؟ مدام نيفين، من ابشع الاشياء اللي ممكن تواجهنا في حياتنا ان الاحلام المزعجه والكوابيس المخيفه تفضل تطاردنا وتطاردنا وتطاردنا لحد ما بتبقى جزء من حياتنا، وساعتها ما بنقدرش نفصل ما بينها وبين الواقع والحقيقه. عايز تفهمني اللي انا شفته النهارده الصبح بعيني كان كابوس مش حقيقه؟ ما كانش كابوس، وفي نفس الوقت ما كانش حقيقه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني يا حبيبتي الاحلام المزعجه والكوابيس المزعجه اللي كانت بتجيلك في الاحلام ده هي اصبحت تطاردك بحيث انها اصبحت جزء من الواقع اللي انت عايشه فيه. لا 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 يا دكتور، لا ده كان حقيقه 100% حقيقه مش حلم. مش ممكن يبقى حقيقه و100% ومفيش حد من البنات اللي معاكي في البوتيك شافوه؟ مش كده ولا ايه يا نيفين؟ ها تفسيرك ده يا دكتور معناه ان انا اتجننت. لا انا ما قلتش كده. في فرق كبير جدا بين الهلوسه والجنون وبين اللي انت فيه دلوقتي. طب بتفسره ازاي؟ معناه ايه؟ مش تسيبي لي انا التشخيص الطبي، يعني مش انا الدكتور. ثقي فيا وخليني انا اللي اعالج، ولا انا دكتور نص نص زي ما كنت بتقولي بقى. بصي انا هوصلك معايا في سكتي، لان طبعا انت اكيد مش فاكره اذا كان معاكي عربيه ولا لا، وحتى لو كان معاكي عربيه مش ممكن هتقدري تسوقي بعد الدواء اللي انا اديتهولك، لان ده هيخليكي هيزي شويه شنطتك. بقولك ايه، المرحومه اختك كان اسمها ايه؟ ياسمين. ياسمين وزهره. في حاجه؟ لا ابدا، ده بس خاطر كده جه في بالي. يلا اتفضلي. بقولك ايه، الراجل اللي بيتهاجم عليكي في الحلم ده بيبقى لابس ايه؟ يعني بدله زي كده ولا لابس بلدي؟ لا بيبقى لابس بلدي. انا قلت كده برضه. ايه اهميه حاجه زي دي؟ هقولك بعدين. صباح على خير.